الحالة الثالثة للشاب نبيل يبلغ من العمر 32 سنة. أصيب نبيل بجلطة دماغية مفاجئة لتتسبب له في شلل نصفي، وهو من كان من يومه فنانا بفضل أنامله وحسه في مجال الديكورات والديزاين. فلنتابع. نبيل شاب يبلغ من العمر 32 سنة، أصيب بجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي وقلبت حياته رأسا على عقب. كنت نخدم في مجال الزخرفة والنقش على الإسمنت وأصنع الشلالات المائية، وفي يوم من الأيام ذهبت إلى ولاية أدرال باش نخدم الواجهة تاع أحد الزبائن. من بعد شهرين وأنا ثم سخانة بزاف وما على باليش كيفاش، عاودت وليت للدار. في اليوم الموالي نط مرقات كيما أنا كيما الناس كي العادة، شفت الأرض جاية ليا وأنا اللي طحت ماشي الأرض اللي جات ليا. بعد 10 أيام ولا ما على باليش شحال إكزاكت فطنت من الغيبوبة. صبت الطبيب قدامي قال لي عندك جلطة دماغية. قلت له نبرا ولا ما نبراش؟ أنا ثمك حكمني إحباط ذاتي، هذه الحاجة الأولى. وبعد عامين وأنا بإعادة الحركة ما كان حتى نتيجة. شفت في الفيسبوك إعلان على مستشفى الخالدي هذا اللي جاي في الأردن، اتصلت بهم بعثت لهم كونتر روندي تاعي، قالوا لي عندك عمل باش يديروا لي قسطرة. هذه عملية جراحية بسيطة يسموها القسطرة والأطباء يعرفوها، بقى 200 مليون كلش 200 مليون يعاودوا يشخصوا لي كاع الحالة تاعي وبالعملية بكلش 200 مليون. ابتسامته رحلت عن وجهه ووجه الوالدة التي تتأسف لحال ابنها وهي تراه يتخبط في الأوجاع والمحن بسبب هذا المرض الذي ألم به. من هذا المنبر ناشد المحسنين وذوي الأرواح الكريمة أنهم يعاونوني باش تعاود ترجع البسمة تاع أمي مش البسمة تاعي. أنا الحمد لله نورمال، وما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، هو مولانا على الله فليتوكل المؤمنون. بصح البسمة تاع أمي لاني حاب نرجعها هذا ما كان، والحمد لله رب العالمين. لم يبق لنبيل سوى مناشدة المحسنين للوقوف على حالته والنظر إليه بعين الرحمة ليخرج من هذا الكابوس وإدخال الفرحة والسعادة إلى بيته.